أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فريستايل في موسمه الثاني برعاية السودان. ضيفنا قضى مشواره بتاع الراب ما بين السعودية وما بين السودان. غنى وقدم حاجات كثيرة شديد وعنده فيتشرات واسعة واليوتيوب ملان بمنتوجاته اللي بيقدمها. ريد بي ضيفنا لهذه الحلقة حيقدم لنا عدد واسع من الكلام وحنتكلم معه في محاور متعلقة بالسين السوداني، متعلقة بمشواره الفني، متعلقة كمان بالأسلوب اللي بغني به والكتابة اللي هو بيمشي فيها بالنسخ اللي بيمشي فيها. رحبوا معنا بالبراء نجم الدين ريد بي. السلام. الله يخليك يا حبيبي، كيف امورك؟ كيف الاحوال؟ بارك الله يخليك يا اخي، كيف الامور؟ كل تمام. السلامة. الله يسلمك يا برو يا اخي. الله يخليك يا اخي، مبسوطين انك انت جيت. حبيبي والله، حبيبي والله. حنتكلم معك في حاجات كثيرة شديد. طوالي. انا داير ابدا معك من الحتة اللي انت جيت منها، السعودية. حلو. السعودية الراب فيها ماشي حتات بعيدة شديد. الراب ماشي فيها حتات بعيدة لفترة معينة كده، ايوه. ولكن بعد الفترة المعينة دي جات حاجات ثانية فيها كواليتي، حصل ابجريد في الموضوع، غطوا عليهم. عرفتها يعني 2018 2019 السعوديه السين بتاعهم كان ظاهر بسبب بيفات اللي كانت حاصله هناك، الكواليتي بتاعهم كان كويس بالنسبه للزمن ذاك. عرفتها، وفي رابرز درعه هناك لحد اسي لحد يومنا دي، في رابرز درعه كميه قاعدين ينتجوا. لكن بعد ذاك حصل شنو؟ جو السين المصري، ظهروا غطوا عليهم، بقوا مسيطرين في الميدل ايست. ولكن اسي في الفتره اللي نحن فيها دي حاليا، السين السوداني هو اكثر حاجه ظاهره او اكثر حاجه ماشيه تظهر. فانا شايف السعودي اكثر من السعودي ماشيين يغطوا على المصري. يعني انا شايف في السنتين او الثلاث سنين الجايه دي، في السنتين الجايه دي 2023 2024 25 الحاجه هتكون مسيطره السين السوداني ذاته يعني. طيب انا شايفك هسه قلت ابريد، وشنو بتتكلم معي مصطلحات الماركتينج ذاته؟ انت درست ماركتينج؟ ايوه انا درست ماركتينج وقاعد اشتغل في الماركتينج هسه حاليا. ستيل انك انت شغال في الماركتينج في السعوديه؟ ايوه ايوه اوكي ايوه بالضبط. رابر شغال ماركتينج؟ رابر شغال ماركتينج. الحاجة دي أفادتك في الراب؟ والله يا أخي نوعا ما نوعا ما، لكن أنا عموما الماركتينج بتاعي لايف أكتر مما هو شنو في الإي كوميرس اللي هو الإلكترونيك ماركتينج أو الديجيتال ماركتينج. أيوة في الديجيتال ماركتينج. وبعدين ذاته كان حصلت وقفات كده ده في النص، ما كان في إنتاج كتير بتاع مزيكا، كان في شغل أكتر من مزيكا. بس بعداني راجع تاني أفوكس على الموضوع بتاع المزيكا ده تحديدا. طيب انا ما داير اسال من الاسباب اللي قطعتك من الحاجه دي، لكن داير اقول انه انت اصلا بديت من 2011، فدي فتره طويله شديد. ايوه عملت فيها حاجات كثيره شديد. بديت 12 سنه هما في الاول من 2011 لحد 2015 دي كان في شنو اللي هو العشوائيه الشديده يعني. عرفت اللي هو انت كان الواحد بيسجل باي حاجه، عرفت، وما كان بنعرف برودوسرز، ما كان في موارد، ما كان في حاجه تساعدك اصلا انه انت تطلع كواليتي انه ينزل في الانترنت ذاته. فالتراكات اللي من 2011 لحد 2015 دي يعني هي حاجه تذكر، عرفتها، وحاجه يعني انا فخور بها، لكن ما متمني زول يشوفها في نفس الوقت. انها يعني حاجه كان الكواليتي بتاعها ضعيف شديد والله. عرفت التسجيل كان يعني ما شاء الله تبارك الله. الزمن يعني. ايوه الزمن يعني. مايكروفون مع شراب، كل الناس دي مرتبه. ايوه مايكروفون جوا الدولاب، عرفتها، بطاطين عشان العزل، الامور دي. ايوه تربط تحت بطانيه عشان يكون في عزل كويس. تخش البطانيه ذاتها كده وتخش انت تحت المايك بطانيه. ايوه الناس كنت عارف بتلقاهم بيسالوا يعني جابركم شنو؟ والله خا جابرنا حبنا للحاجة دي يعني. ما هو أنت في الحياة دي هدفك لازم يكون إنك تعيش سعيد، صح ولا ما صح؟ صح. يعني أنت بتعيش في سلام داخلي، فأنت عشان تعيش في سلام داخلي المفروض إنك تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها. طيب ما تحسسنا بالسلام ده بحاجة كده قديمه لينا سريع. طوالي عيوني لك. ريد بي طيب نسمع الحاجة دي ونجي راجعين تاني. ما ممكن مايك؟ موديك مايك طوالي. اديني مايك طوالي حبيبي. أعطي ميجر ريسكو مبتدعو للمطر وسينكم دقافل ما فيه وزو الفطر عيوني دي طافية لكن من السهل لكويتي قاعدة تقوز بالي فوق القمر مظلمين بحاولوا يطفون أما جايب النور ده لمعي فيكم بنور نقيد الجنون ده عايش في جنة عشان الله معي حسد وغير بحاولوا يزونه بس ما قادرين عشان الله معي ماشيين كداري بس ما بيجيبونه والخطوة كبيرة جانا الله معي ناس بيدي جنن سكاك انتي سنة ساكن خالي مسكي ما الله معي كمية نور ومن بطن الحوت عملت مروك شان الله معي كمية ضحكة جاية تصير خطة متكتكة ماشية بالحال جبت للحجة اخواني مرسيدس كله بيجي شان الله معي عارف كل الدائر وكل البدور وبيجي اخوانه النيجز بالشاي وتجد بس البيش بيدي خسف all of them niggas بيسألوا And who's controlling the city? A circle that we might be in mind.
فكيف استيري انا وبوكي بطلنا الهزار احدي ما نعمل كم مليون دولار الاكس انت مريقي دفاول تكتيكي لو مصدق طوالي ترجع للبار باور باري نو عبي كيليني شنيقز حفارين ينو ويبين ديقيني جيبين 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 الفلوس ما بيتخلص ده سوايا بيسبيني انتي ميجي الرزق ومبتدعو للمطر وسينكم ده قافل ما فيه وزور فطر عيوني دي طافية لكن من السهر أكويتي قاعدة تقص بلي فوق القمر نصل القمر مضلمين بحاولوا تكون ما جايب النور ده غمار تفيقهم بنور نقيد الجنون ده عايش في جنة عشان الغمار حسد وغير بحاولوا يزونه بس ما قادرين عشان الغمار ماشيين كداري بس ما بيجيبونه والخطوة كبيرة عشان الغمار ناس بيدي جنة سكاكين تستنى ساكن خالي مسكي ما الغمار كمية نور ومن بطن الحوت عملت ملوك عشان الغمار كمية ضحكة جاية تصير خطة متكتكة ماشية بالحار جبت للحجة اخواني مرسيد يا سلام يا سلام يا سلام الله يا سلام الله يخليك يا سلام يا سلام يخليك يا حبيبي. من وين دي؟ من السين السوداني ولا السعودي ولا دي؟ من السين السوداني. انا شايد في السين السوداني فقط. اي نعم شغال من برا حاليا وفتره فاتت كنت شغال من السودان لكن يعني مع سيننا دوس برا دي نهايه ما هبشنا نهايه. ايوه طيب أيوة. ناس كثار سالناهم انه السين السوداني وين هسه؟ السين السوداني أسي حالياً في أعلى مرحلة وصل لها منذ بداية الناس اللي بدوا يغنوا في الراب السوداني. أي نعم الريسبكت كامل الريسبكت للناس اللي بدوا الحاجة دي وكامل الريسبكت للناس القدام في الحاجة دي عرفتوا وبنقدرهم ولكن أسي الجيل الأسي هو الجيل اللي خلى الراب السوداني يطلع للليفل اللي هو فيه ده. ليه؟ ليه؟ لأنه في فرق في الكواليتي، في فرق في الأداء، في فريق في 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 الفكر ذاته في في, في الأغاني ذاته اختلف عن زمان. زمان الوضع يعني كان عبارة عن بطولات ودسات وحاجات زي دي لو يعني yes, yes. الناس اللي بتابعوا في ناس قديمين متابعين مع البرنامج. سودان داش راب دوت كوم كان في راكوب ترابرز كان أيوة. كان في أيوة. قصص كان في منتديات كثيرة كان في دبليو داش حقكم انتو 394 دوت كوم كان بيعمل في برامج كثيرة يعني عرفت الموضوع كان عبارة عن دسات ومنتديات والى اخره فالموضوع ما كان منتشر زي السياسي. الناس بقت تنشر في بلاتفورمز يعني انت بتلقى زول منزل مزيكته في اي بلاتفورم انت ممكن تفتش فيه وبتلقى الفنان في عائد مالي من الحاجه دي. في عائد مالي من الحاجه على حسب حسب استماعك وفيوز على حسب الاستماع من وين وعلى حسب الناس استماعوك من وين وعلى حسب الفيوز بتاعتك كم. في عائد مالي ما كل شيء في عائد مالي والله لكن كويس حاجه بتخليك اي حاجه بتخليك تستمر يعني هو حاجه انت بتعملها انت اوريدي مستعد انك تدفع فيها اللي انت بتقدره عشان تنتج لانه انت بتحب الحاجه دي ومستقبلا يعني الحاجه دي انا شايفها اكتر حاجه هتدخل قروش سولو للناس سولو سولو ما عندك حاجه برك سولو او بتعمل فيها او كده والله يا اخي عندي تراكات سولو نازله وقاعد اشتغل سولو كتير لكن الحاجات الريليست اقل من الحاجات الريليست يعني الحاجات اللي نزلتها الحاجات اللي انا ما نزلتها حاليا اللي انا قاعد خاطيها كده على الجنبه عندها بلانز معينه اكتر من الحاجات اللي نزلت بس ماشي كده بس تبس معينه كده عشان تعرف الزمن المناسب متى تنزل الحاجه برامج زي كده ممكن اشوفك بتغني بالانجليزي والله يا اخي انا بدايتي من 2011 لحد 2015 دي كانت انجليش بس ما كنت قاعد اغني عربي بعد ذاك حصلت القطعه لما رجعت يا دوب رجعت انه انا ادخل السوداني ادخل كلامي الحقيقي في الحاجه اللي انا قاعد اسويها بتفضل الاولد ولا النيو والله يا اخي انا بالنسبه لي يعني انا واحد من عشاق البوم باب اللي هو بيقولوا له الاولد سكول ولكن الاولد سكول جماله في 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 الكونسبت بتاعه جماله في في في, في الفكره ذاته بتاعت التراك في الكلام اللي انت بتقوله في الليركس لكن النيو سكول بيختلف طبعا في شنو في انه فيه جماليات في الصوت ذاته لما نيجي طالع التريكس اللي بتحصل في التراك عرفت يعني انت لما تغني في انا والله شايف انه النيو سكول اصعب من الاولد سكول ذاته يعني عرفت الناس بيقدروا الاولد سكول اكثر بالذات الناس القدام لكن النيو سكول يعني فيه تريكات كثير يعني مسكه الزمن شنو كم حاجه مسكه الزمن غير كده الفلوات عرفت الدليفري السكيمز اللي بتحصل في النص عرفت الدبل رايمينج حاجات دي كلها ما يعني في البوم باب كانت قاعده لكن ما بتظهر جماليه التراك زي النيو سكول طيب ردي خلينا نمشي فاصل ونواصل بعدك ما عندك مشكله طوالي ليتس جو خليكم معنا Yo, put some more sauce. Hey, R E D B.
ترقص بس ترقص بس ترقص بس ترقص ريبن ذا نوث سايد مسكاك جلو ويا فينا ستريت اوت كيكي سيتي الخرطوم وسط المدينه حقاني جدا دي عدت مغروسه فينا والناس جدا سيجاره بنقو ما لفينا كم مود في ريكز عمك قاعد ومحشر لينا وانا دي ويردو دي ظروف الحياة اللعينة بتجيب في خارجية شكلك شارب حاجة خن والوضع في السودان قالب عبارة عن سخن سخانة حر سخانة تحت بس حراري شفاتي جاري سامع بوم أصوات عياري ناري جيم ويست ناري مسمي 13 وجاري يا جيرل بالي لايكس مي كاز مستالس خنف وشاري بتهز في راسك ما بتوقف كاز دبير السوسي برنينج تو ماتش لساتك يو كن كومي ودلستيك أخش قصة جاحة I can do it عادي أتشكسي للجميع ما تتضايق يا عبالي ترقص بس ترقص بس ترقص بس ترقص بس ترقص 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 بس ترقص بس ترقص ترقص بس ترقص بس ترقص بس ترقص بس ترقص ترقص بس ترقص بس ترقص ترقص بس ترقص بس ترقص بس ترقص بس ترقص يا سلام ثانك يو ثانك يو يا سلام يا فنان حبيبي 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 يا راقي حبيبي طبعا ما زول اللي قاعد يقيم الحاجات لكن في نفس الوقت الحاجة دي أولد شديد الحاجة دي هي ما هي مايلة على الأولد شوية لكن اللي هو التايب ده بيقولوا له كلب بانجر حاجة وترقص الزول سمحة شديد طرب يعني عشان كده التراك ذاته اسمه شايف حاجة حاجة تخلي الزول يتحرك رجالة كده شديد سمحة اللون ده مؤخرا بيجوا يحبوك ناس كتار يعني والله هو اللون ده يعني هو حاجة في الحفلات يعني ايه هو في حاجة حقت حفلات كده حاجة يعني. بترقص الزول الجيم بتاع الحفلات ده في السودان لكن هو نفسه التراك ده ذاته هو تراك كده اي بتاع رقيص وبتاع لكن في رسالة مسوسة كده في النص في مسج جاي ما شايفه في مسج مسوس كده في النص بعد ذاك الناس يفهموه برامج ما نتطرق الى المسج ده تحديدا انت بتعمل حاجتك بعد ذاك انت بتعمل حاجتك بالفهم في راسك بعد ذاك الزول بيفهم الطرف يا ريت بي اللون ده في الحفلات وجيم الحفلات عموما اللي بقت مؤخرا في السودان شكلها يعني حفلات كده بتاعت راب وكده رايك فيها شنو؟ والله حاجة جميلة جدا حاجة جميلة جدا انه بس انا شايف الاقبال نحو الحفلات بتاعت الراب بقى يمكن اكثر اقبال حاليا في الحفلات في السودان بغض النظر عن باقي الجنرز عرفت يعني انا قاعد اسمع كل انواع المزيكا عرفت يعني انا بفضل انه انا اكون حايم في الستين هنا ده اكون مشغل سيد خليفه عرفت مشغل اغاني بتاعت حقيبه مصطفى سيد احمد عرفت مكرويز بمزاج لكن الراب بس بيجي بيعمل لون جديد فانا شايف انه بعد كم سنه كده لقدام الراب ده حيكون حقيبه كده للجيل بعد كم جيل كده ده الله طيب اعلم يعني طيب طيب ما دام نحن بنتكلم بالفهم ده تعال انا اسالك سؤال متعلق بفكره انه في ناس كتير كان بيقول لك يا اخي الحاجه دي ما حقتنا اي طيب هل تفتكر انه انت لو داير تعرف ناس المفروض تعمل شنو مش مفروض تتلاقوا في حته معينه كده ايوه عشان انا قصدي اقول انه الثقافه عموما ما هي زي عابره كده صح هم بيقولوا انها ثقافه اجنبيه لكن هو اصلا الراب ده في بدايته ثقافه افريقيه وتوقع انه احنا افارقه يعني صح ما هو تعريفه انه شعر افريقي مقفف هو التعريف حقه ريزميتك افريكان بويتري عرفت اللي هو بدا الحاجه دي بدا الافريكان ذاتهم يعني فهو حاجه يعني انا شايف انها ترجع اصلا في الجينات بتاعتنا ذاته بما انه احنا افارقه احنا ناس بنحب الرقيص وبنحب to express ourselves بحيث نعبر عن نفسنا حتى صح. في المزيكا الزمان الناس كانوا بيعبروا عن نفسهم أصل الموضوع اختلف بس في انه الحاجه بقت مور كده عصريه مواكبه لياسي وغير كده يعني انه بيتقال انها حاجه ما من عاداتنا انا شايف انه الراب السوداني الراب السوداني سوداني سوداني شديد في مشاريع كثيره حتى انها تسمت سودة راب ايوه يعني ماشيه في الاتجاه ده وناس كتار بيغنوا يعني في حتى أيوة. في ناس جايين هنا ووقفوا يتكلموا معنا في فريستايل وكده وهم بيعملوا الحاجه دي اكزاكتلي ايوه انا كان قصتي انه الثقافه هل باعتبار انها هي عابره للقارات وعابره للحدود المرسومه والحاجات دي كلها ما انت ما ممكن داير ناسك يكونوا قاعدين في حته ضيقه كده صح ولا اي اكزاكتلي ما هو ده الاختيار بتاع الراب اصلا انه الحاجه دي عشان تمشي اكتر من مكان واحد لانه اللغه بتاعت المزيكا بتاعت الهيب هوب اي زول بيسمع هيب هوب حيتقبل هيب هوب من اي مكان ثاني يعني انا ممكن اسمع اغنيه بتاعت هيب هوب انا ما فاهم منها اي حاجه لمجرد الساوند بتاعها عامل كيف غير انه العرب بيفهموا ان احنا قاعدين نقول شنو نوعا ما مع انه لهجتنا صعبه شويه عليهم لكن بس هي قريبه للعربي الفصيح هي قريبه للعربي الفصيح يعني اقرب اللهجات القريبه للعربي الفصيح السودانيه اللهجه السودانيه ايوه فهي حاجه مفهومه يعني حاجه انه تنتشر في اكثر من دوله الناس البرة يسمعونا لانه اتوقع الناس البرة ما حيسمعوا المزيكا الباقي السودانيه صحيح. بسبب انه اللون بتاعها سوداني شديد يوم تديهم حاجه
اوريدي الناس متعارف عليها في كل حته, ليز فيها نكهه سودانيه, فيها مسج, فيها مسج يعني. طيب يكون حاجه صغيره ختاما بدك تقول شنو للناس اللي قاعد تشوف ناس؟ والله يا اخي انا ختاما داير اقول للناس, عين في كاميرا ديك صح؟ انت كاميرا ديك عين في الكاميرا ديك. اوكي يعني انا داير اقول للناس شكرا جزيلا لاي زول قاعد يسمع راب, شكرا جزيلا لاي زول متقبل الفن ده, وشكرا جزيلا لاي زول بيحب الحاجه دي, سواء بيسمع لي سواء بيسمع لغيري سواء بيسمع لاي زول في السين. يعني هم الناس اللي اصلا اوريدي عاملين الفرق في انه نحن نطلع برا وانه نحن ننتشر وانه نحن ناس كثير يسمعونا. فيا عزيزي المستمع الذي تحب الراب, يعني انا اتمنى انك شنو بيدينك وبكرهينك تنشر في اي حته, سمع اي زول. الكلام ده انا قلته في اكثر من مكان, سمع حجتك, سمع اولاد الحله, سمع حبوبتك, سمع اي زول جنبك, يعني انشر الفن ده. ف appreciate it. Thank you so much. وأتمنى إنه أنا أشوف الحاجة اللي نحن قاعدين نعمل فيها دي بعد كم سنة في الجيل اللي بعدنا في مكان بعيد شديد. إحنا appreciate إن أنت جيتنا. الله يخليك. كتر خيرك. حبيبي. دارت إن بحاجة سمحة كده. صعب شديد إن نعمل freestyle في اللحظة دي. أنا ممكن أعمل لك beat box تمشي لي بأي verse. والله أخي هو الموضوع. جديد قديم أي حاجة ما بتفرق. الموضوع هو بيكون صعب شديد, لكن يعني نحابي. أنا ممكن أرجع لك ل. نحابي. 2011 في الكلاك بيرس بالإنجليزي. راح طيب. Let's go. كره. اي اوكي اس اها 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 اوكي اها اوكي 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 I see somebody trying to take control of my body, put him to sleep 6 feet deep. Thank you so much. بارك الزمن لك ما هانك حبيبي قلبي يا غالي, وتشرفنا كثير. كان نفسي نعمل الحاجه دي, لكن نجي تاني ونعمل حاجات تانية أكثر من كده. Of course, of course, of course. ما أول ولا آخر مرة. والله nice to meet you. Thank you guys. يعني للحاجة اللي أنتوا قاعدين تعملوها دي, يعني مجهود كبير جدا مقدم في السين بتاعنا ده. يعني أخيرا في ناس بدوا يستثمروا في السين, فوالله أبريشيات شديدة يعني. شكرا لله. شكركم جدا. شكرا لله. حبيب قلبي يا غالي. الله يخليك يا أخ, تسلم شديد. شكرا لكم أنتوا ذاتكم. كتر خيركم. مع السلامة. كيفكم يا شباب؟ كيف الأحوال؟ وصلنا ل يعني فقرة رياكشن مع طارق محمد. أهلا بكم طارق, كيفك؟ كيفك أنت؟ تمام. الأخبار شنو؟ والله الحمد لله. عندنا شنو الليلة؟ عندنا دسوقي فاصلة. دسوقي طبعا من الناس اللي مختلفين, اللي بحسب طبعا كلامنا معه شايفين انه بيعمل زي بيجيب التراب بيمزج بالكلتشر السوداني شعبي. في الكلتشر شعبي شعبي اي خش شعبي شديد شديد. تلاقيه وتتكلم معه بيقول لك عندي سمسم ماشي اجيبه ما بعرف منه. ايوه عنده قصص زي دي كتير. طيب نشوفه دسوقي. نسمع دسوقي فاصله. للنادي كلها غلطانة, للنادي كلها غلطانة, للنادي كلها غلطانة, للنادي كلها غلطانة. الكلام اللي بورانا يكتري نادو معانا, الكلام اللي بورانا يكتري نادو معانا. للنادي كلها غلطانة, للنادي كلها غلطانة. انت لست شاب بسيط ما بتقدر على البيف, عمل النقلة يا فستين انتو اصلوا ملمين. لا في دنيا ولا دين كتر غيرنا بزنين, احنا ما تليكم يا فستين. عامل اول حاجه البيت ما هي زنيق عديد زنيق اي زنيق الواحد ده زنيق يعني ده يتنافسوا معه ناس ربوع شباب دي مره ثانيه يكرر الحاجه دي. ايوه هو ستايل قزازي مع نازك. ايوه هو الستايل عنده شعبي شعبي شديد. بعدين الفلو الطريقه الفلو ماشيه هيب هوب راب واحد ما في ويه هنا ماشي صناعه ذات عجيبه شديد طبعا. اي والله هو ممكن نقول درجة من الشباب زي ما قلنا في حلقة ريكس. البيت سوداني كامل ميدين قبل كانت سودانية كاملة. هنا استخدم الزنق الشعبي يعني ما مكس الهيب هوب. مكس الهيب هوب ممكن نقول في الفلو في الطريقة حقت الإلقاء. بعدين في الليركس بيتكلم شايف عن بيتكلم عن الناس ليه الناس دي كلها قزانة, الكلام اللي بورانا سكيناته معانا. هم الهيب هوب كلهم كده. لو بعدين غير كده كل واحد عايز يثبت نفسه, عايز يوري الإبداع اللي عنده, الفلو البارز الليركس البيتس كل التفاصيل. جو الفيديو ذاته كويس شديد يعني. ايوه هو جو ذاته حتى الفيديوهات اللي فاتت بتلاحظ جو الشعبي طربي سوداني بيحرك الناس شديد شديد. طيب لونه براو دسوقي.
المفروض نحن يشغل معنا طوال المباشرة. قال الكلام اللي بيورانا سكريناته معنا. اللي في الارض راضي فوق في السما، نحنا قدامي تقفلوا ورا، رابع اصبعي للزول اللي افترى، ارجل واحد فيكم شحنا قام جرى، تاني سلام اللي ابو عاصة، شايف جحتك معي فاصلة، ترسل لي في الصور ظابطة، مقضينا جحنا لو فارغة، مقضينا جحنا لو فارغة، في الدنيا النت بيضا دايما بتعلى، في الدنيا النت سودا دايما بتزلى، همومي ما بشكيها الا للمولى، الشكوى لغير الله زادوا مزلة، قروشنا كملنا في السهرة. اخذ ستايل الزن كامل كامل حتى الرقيص اللي أيوه أيوه في ناس كتار طبعا الاورجان ورا الرصه شباب الستايل بتاع الزن كامل شديد اي أيوه هو قاعد يمكس قاعد يعمل ميكس ظريف بين عنده قصدي من الحيره تعتقد والله هو الوحيد تقريبا قاعد يلعب في اللاين حق الشعبي شعبي مع الهيب هوب ما متاكد في ناس هو لانه ستايله كله ماشي على الاتجاه ده يعني داري يحاول انه يخلق مثلا يعني خلق جو حقه فانز ثاني او فيوز كميه أيوة او عنده مسج معين داري خلق مستمعين له هو خلق ناس براهم حقين نسمع ثاني سلام اللي ابو عاصه قدنا جحنا وفارغه للنادي بعدين اول دور يعني لو العصر اي الشوت كله في ون لوكيشن هي ما كانت محتاجه يعني اكثر من كده من الشباب برضو ظريفين متواجدين في السين دخل كان دخول قوي بالحمد لله الحمد تقريباً. لله الحمد لله نوبه كده و... اي هو ما قلت لك حاجات براو براو شديد وبعدين حتى شنو شباب وفول شنو حصين وبيجيب أيوه بيجيب أيوه حاجات ذاته عجيبه شديد انا ما اعرف هو سامع عنده إنه. سامع عنده حاجات جديده جايه تقريبا تسوق أتمنى له دائما التوفيق دسوقي من الناس الحضرانين وقاعدين في السين طيب تحية لدسوقي اللي يجي زول شغال برودكشن عالي وظريف شديد نتمنى انه الحياة لسه تمشي لقدام يعني طبعا 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 الهيب هوب الهيب هوب عموما في السودان ماشي كويس سليم شكرا جزيلا يا طارق تديك العافية نتلاقى مرة ثانية ان شاء الله يلا مع السلامة يا جماعة